انا بكوري عبد الكريم، ساكن في البرج لاساس، ساكن في غاراج. كما راكم تشوفوا هنا انا مانيش خدام، لحد الان مانيش خدام وما نجمتش المعيشه هذه في غاراج. ونطلب من السيد الوالي يشوف الامر تاعنا، شاف دائره ولايه سعيده يشوف الامر تاعنا. انا في كارثه، ما عنديش حتى باش نخلص الكريه، راني لا خدام لا والو. عندي البز مريض لي ما يقراش والله لا مريض، زوج تاع اللي نخرجها باش يتنفس برا نقول ندور به في الزنقه. الله غالب ما شتمنى، ونطلبوا من السيد الوالي يشوف الامر تاعي، وشاف دايره يشوف الامر تاعي، ونتمنى يشوفوا فينا. السلام عليكم، هذا النداء المجاز للوالي وشاف الدائره تاعنا تاع سعيده، نطلبوا منه يجي يشوفنا، خاطرش ما نجمناش حنا نعيشوا في هذا الكراج. الله غالب، نادي جاتني انا اللجنه كتبت لي مستودع، اذا يبغي السيد الوالي تعيش بنته في مستودع معليش نعيشوا، اذا راه باغي هو يعيش في مستودع نعيشوا، لازم يلبي الطلب تاعنا، غير يجي عندنا ويشوفنا ويهضر معانا، غير يهضر معانا. ورئيس الدائره تاعي انا باغينا يجي ويشوف. بزاف بزاف، اذا ولاد سعيده ولا بنات سعيده يعيشوا كيما هكا. انا في 2019 بزاف، وانا قد 2020، انا في 2020 2021 عاد نعيشوا كيما هكا. والله ما عندناش وين ننشروا، ما عندناش وين نتنفسوا، ما من الهواء ما كانش بزاف غايه. والله الا حاشاكم عزاكم الله لا تولد خرجنا منها الطومبه، كون ما نبلعوهاش نعسوا روحنا. بزاف كنت بزاف ناس راهم كيما هكا. شنقول انا نطلب السيد الوالي يجي يشوفنا، ويلبي غير الطلب تاعنا، وانا باغي منه والو غير يجي.